سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة، وفيها نتابع: موجة تهريب الذهب تجتاح السودان وقلق من فقدان مليارات الدولارات. فرنسا تتعهد برد قوي على تلويح واشنطن بفرض رسوم جمركية. في التفاصيل، تهدد موجة تهريب الذهب من السودان الحكومة الانتقالية بفقدان مليارات الدولارات سنويا، إذ إن المعدن الأصفر الذي ينتجه التعدين الأهلي بنسبة 85% بات يشكل مصدر ثراء للآلاف إذا ما تمكنوا من عبور المطارات والمعابر الحدودية. وتشهد أسواق الذهب المصنع أو المشغول ارتفاعا حادا أدى إلى شبه ركود في ذلك السوق الذي كان يشهد رواجا واسعا في بلاد يعد فيها الذهب قيمة اجتماعية أكبر منها اقتصادية. مئات الأصناف وأسماء التقليعات العديدة للمشغولات الذهبية تذخر بها أسواق الصاغة في السودان، أشهرها احفظ مالك، لكنها تقليعة يبدو أنها باتت لا تواكب اسمها بعد الارتفاع المتوالي في أسعار الذهب المشغول أو المصنع ولأسباب عديدة. هو ارتفاع محلي يعني في الفترة الأخيرة دي، وارتفاع محلي، والسبب فيه تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، وهو ده بنعكس مباشرة على سعر الذهب المشغول. ولأنه المصنعيات بتاعت الذهب المشغول بتندفع بالعملة الحرة في الخليج أو في تركيا. الإقبال على شراء الذهب بات ضعيفا نظرا لتواضع قيمة مرتبات الموظفين مقارنة بأسعار الذهب، والذي يرتفع بصورة طردية مع أسعار العملات الصعبة، بينما فقدت العملة السودانية 41% من قيمتها منذ أبريل الماضي، فأصبح شراء الذهب للضرورات فقط مثل الزواج أو بعض الحالات النادرة. والزول طبعا ما بيقدر يشتري ذهب إلا لعرس أو حاجة ضرورية شديد يعني، أو فكرة إنه الزول يشتري ذهب عشان يحفظ به قروشه، ده حتى كان زمان يعني عشان تجمع قروش يشتري بها ذهب عشان تحفظي بها، دي يعني صعبة شديد بقت. لو مثلا عايز يجمع قروش على بال ما يجمعها ويقول خلاص دي القروش اللي انا هقوم اشتري بها الذهب، بيمشي السوق بيلقى الاسعار زادت ثاني، بحيث انه لا الموضوع ده يعني مستمر في زياده، فهو ما عارف يعني 200 يمشي وكيف، والا زي ما هو بس الا زي ما في المناسبات او يعني الحاجات زي كده حتى الواحد يقدر يشتري ذهب، لكن غير كده ما زي زمان. ويرى مراقبون ان تارجح اسعار النقد الاجنبي بسبب المضاربات جعل رجال الاعمال يلجؤون لشراء الذهب لحفظ ثرواتهم بعد ان انخفضت اسعار العقارات، والتي كانت تمثل في السابق ملاذا امنا لاكتناز الثروات. ويعتمد السوق السوداني على استيراد الذهب المشغول، حيث تنخفض كلفة التصنيع بالخارج، ما أدى لإغلاق بعض مصانع المشغولات الذهبية الحديثة بسبب الرسوم الحكومية الباهظة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم متخصص اقتصاديات التعدين دكتور ياسر العبيد. دكتور ياسر، بعد اكتشاف الذهب في السودان منذ سنوات، كان من المتوقع أن تزدهر صناعة الذهب التقليدية وتنافس نظيرتها الخارجية أو المستوردة، لماذا لم يحدث ذلك؟ شكرا جزيلا. حكيت ان صناعه الذهب في السودان، بالرغم من ممكن الفرق بين صناعه الذهب وبين تعدين الذهب، التعدين يمكن بدا قبل فتره طويله جدا في السودان منذ التاريخ البعيد، يعني منذ عهد الفراعنه ثم العهد النوبي ثم العهد التركي ثم عهد الاستعمار الاخير، بدا التعدين في السودان قبل فترات طويله جدا يعني. ويمكن في العهد الحديث يمكن قبل يمكن 10 سنوات تم اكتشاف بعض المناطق في شمال السودان في منطقه نهر النيل، وبأعداد يمكن كانت هائلة جدا، واندحت هذه المزرعة في كل ولايات السودان اللي هي 16 ولاية من 18 ولاية كلها فيها تعدين من الذهب. تصنيع الذهب يعني في السودان هو يعني معظمه كان في السابق يتم عبر دول الخليج وغيرها، حتى الهند يعني في منطقة الشرق يعني. في السودان يمكن حتى هذه اللحظة، بالرغم انه التعدين في السودان اصلا هو تعدين 85 او 80% منه تعدين تقليدي. نعم. سبق التشريعات وسبق القوانين وسبق حتى التكنولوجيا الموجودة، واصبح هو يعني عبارة عن تعدين اهلي يقوم به الاهالي،
ثم تحولت الدولة إلى سنة القوانين والتشريعات، ثم بدأت في تحديث القطاع، إنشاء وزارة للمعادن 2010. نعم. ثم أصبحت تطلع التشريعات إلى أن صدر أخيرا المايننج كود. وتقريبا يعني صناعة الذهب في السودان من ناحية بتاعت الصناعة لم تزدهر كثيرا حتى هذه اللحظة، ويمكن وهذا هو السؤال ربما دكتور ياسر، يعني ما الأسباب التي أدت إلى يعني عدم ازدهار هذه الصناعة، وما العقبات التي تواجهها؟ بالرغم من كبر الانتاج وحجم الانتاج الكبير، والسودان يعتبر الآن الدولة الثانية في افريقيا بعد جنوب افريقيا، ثم تجاوز غانا. كانت يعني حوالي 85 إلى 90 طن، السودان الآن تجاوز 120 طن. دي الإحصائيات الرسمية لوزارة المعادن، هيئة الأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية الموارد المعدنية المسؤولة عن الإنتاج. يمكن في الفترة الأخيرة بدأت يعني تزدهر، لأنه الأسعار مقارنة بأسعار الذهب، مقارنة بالعملة الحرة، مقارنة بأسعار الدولار، مقارنة بأسعار العالمية. هناك كان اضطراب كبير جدا في السياسات في السابق، ولهذه السياسات يمكن دخلت البنك المركزي مرات يشتري ثم مرات لا يشتري، ثم مرات يترك الأمر للشركات المالية اللي هي تتبع للدولة، شركة الخدمات المالية كانت تشتري، ثم رجع فتح للقطاع الخاص. هذه السياسات وهذا الاضطراب يمكن خلق كثير من الإشكالات، أدى إلى أن يتجه المنتج إلى التهريب. يمكن التهريب أخذ حيز كبير جدا من المنتج. نعم. من الذهب، ودي يمكن ما شجعت لصناعة التعدين محليا، خاصة أنه الذوق السوداني هو مربوط بالذوق الخليجي بصورة مباشرة، وأصبح هناك التصنيع يذهب إلى 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 الخليج. نعم. يأخذ الخام ثم يذهب إلى الخليج ثم يذهب إلى بورصة دبي بطريق مباشر أو غير مباشر. البنك المركزي يشتري، يعني يمكن 2012 البنك المركزي 2012 اشترى كل المنتج اللي هو كان 45.5 اللي هي ما يعادل 2.8 مليار دولار. نعم. بدأ ذاك يحصل النوع من التراجع بالرغم من زيادة الإنتاج ل 65 ثم إلى. نعم. وربما هنا أيضا دكتور ياسر سؤال يطرح نفسه، يعني ثم إلى 107. مسألة التهريب التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتكبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات كما قال التقرير، كيف يعني يتم الحد منها إلى حد كبير وتستفيد منها الدولة بشكل رسمي؟ الحد منها أولا السياسات. أنا أفتكر السياسات هي واحدة من الأشياء المهمة جدا، سياسة التوافق والتوازن بين سعر العملة الحرة الدولار والجنيه السوداني ثم أسعار الذهب. لا بد يحصل فيها نوع من التوافق والتوازن، ثم تتوافق مع السياسة النقدية للدولة، ثم السياسة المالية فيها جزء برضو يعني عنده صلة بهذا الأمر. في من هناك نفتكر نحتاج إلى هذا، يجعل استقرار، يجعل يقينية في البنك المركزي، يجعل ثقة في المصارف، يجعل ثقة في سياسات الدولة. ثم من بعدها يحصل نوع من الأسعار، لابد أن تتوافق مع الأسعار العالمية حتى لا يحصل تهريب. والتهريب المعروف السودان يعني تاخم عدد من 8 دول، ويمكن حدوده تتجاوز 7200 أو 7700 كيلومتر مربع، ودي حدود مترامية. التهريب يتم عن طريق دول الجوار المختلفة، حتى مرات عن طريق المطار. وهنالك يعني هناك محاولات لإنشاء بورصة في السودان، ممكن نحن تحدثنا فيها كثير جدا وعملنا فيها دراسات متعددة في هذا الأمر فيما يتعلق بالبورصة في السودان، بورصة الذهب. ولكن التصنيع نفسه أصبح منفذ من منافس التهريب، خاصة ليس كل ما يذهب للتصنيع يأتي بنفس المستوى. والتصنيع المعروف أنه الذهب المشغول تدخل فيه بعض المعادن الأخرى، تدخل فيه من مناطق أخرى، ثم يزداد الوزن، وهذه بعض التلاعب التي نعم. عبر بعض الذين يتاجرون في هذا الأمر في تصنيع نعم. الذهب. والبورصة ربما تعمل نوعا من الاستقرار، وليس كل الاستقرار، لكن نفتكر السياسات الرشيدة، الدولار الجمركي كذلك لابد أن طيب. لابد يعني من الناحية الدستورية ومن الناحيتين الدستورية والقانونية، ما مدى قدرة الحكومة الانتقالية حاليا على يعني خلق أو سن مثل هذه السياسات التي تفضلت بالحديث عنها؟ أفتكر إحنا كناس مختصين بهذا المجال ممكن تحدثنا كثير في أنه الحكومة الانتقالية فترتها محدودة وبسيطة، لكنها
تستطيع أن تضع يعني أساس قوي جدا لهذا المنتج الغالي جدا، المنتج المهم، خاصة أنه الآن تجاوز الإنتاج ما يقارب 120 طن وهي تتجاوز يمكن 7 مليار دولار، ودي مسألة يعني كبيرة جدا وحجم كبير. نسبة كبيرة جدا منها 60-70% بيذهب إلى التهريب أو يذهب إلى التخزين ثم التسريب. هنالك تخزين كبير جدا في الداخل ويحسب من حسابات التهريب، ولكن هنالك تخزين محلي كبير جدا، نسبة عالية جدا من التهريب من التخزين المحلي، ثم هنالك التسريب ده خاصة في بعض المجالات الأخرى. دي كلها نقاط نفتكر التشريعات مهمة جدا، لابد من تحديث التشريعات، لابد من سن التشريعات، خاصة إنه القطاع نفسه قطاع التعدين التقليدي سبق الدولة، لذا كانت هناك كثير من التساوق بينه وبين التشريعات. التشريعات تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى 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 تعديل، خاصة ما يتعلق بحقوق المعدنين التقليديين، بحق الدولة، نسب الدولة هي كم، على العوائد الجليلة كذلك. خاصة إنه الذهب هو كمنتج في بعض الأحيان يعتبر زي أي سلعة، ثم يعني ربما لا تكون هناك جدوى اقتصادية زي ما كان قبل أزمة النفط في السبعينات والستينات، كان هناك ليس جدوى اقتصادية للذهب، كان سعره إنتاج سعر إنتاجه كان أعلى من سعر التكلفة نفسها. نعم. فنفتكر التشريعات مهم جدا، تحديث التشريعات، سن التشريعات، عمل الرقابة المهمة جدا اللي هي عبر المختصين والخبراء الموجودين، إن لابد يحصل نوع من الرقابة القوية ويحصل نوع من الإقراءات. نفتكر لابد يحصل نوع من الإقراءات مقابل التشريعات والقوانين للمنتج نفسه، خاصة إنه الذهب يعني معروف إنه الذهب هو عبارة عن ملاذ آمن لكل. نعم، وضحت الفكرة، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر العبيد المتخصص في اقتصاديات التعدين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة السودانية الخرطوم. ونبقى في الخرطوم، حيث أفاد مراسل الغد بوقوع انفجارات بأنحاء بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وذلك بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بأحد المصانع. وفي تصريحات خاصة للغد أكد وزير التجارة والصناعة أهمية تخصيص جزء من الأموال الخاصة بإنشاء وتمويل المصانع لدعم ضوابط الأمن والسلامة بها وخاصة للعاملين. مسائل بتؤشر لأهمية مواجهة ما يحدث في المصانع. المسألة ليس مسألة رسوم تأخذ الدولة مقابل كل عام مقابل التجديد للمصانع دي أو إنشاء مصانع، لازم تكون في تأكد أكبر في مسألة مراعاة ضوابط السلامة والأمان والجودة. وهذه جولتنا في السوق، ما زالت معكم مشاهدينا الكرام من القاهرة متواصلة، وفيها نتابع بعد الفاصل. نقص الأدوية يثير غضب المرضى والصيادلة في المغرب. أهلا بكم من جديد في السوق. تعاني الصيدليات المغربية من نقص في عدد من الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، وبحسب الدراسات فإن صناعة الأدوية تفتقد إلى المنافسة وتؤثر على الأسعار وصحة المستهلك. وبالرغم من تطمينات وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بالأدوية الناقصة، فإن هناك مخاوف من دخول الأدوية المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المغربية. ما يزال نقص بعض الأدوية في الأسواق المغربية يثير غضب المرضى والصيادلة، وقد فتح غياب بعض الأدوية كدواء الغدة الدرقية والسكر والسل تساؤلات في الوسط الصحي، في الوقت الذي لا يمكن إيجاد بدائل للأدوية الغائبة عن رفوف الصيدليات. والناس عندهم مشكل أن كاين دويات اللي ممكنش اللي متقطعوا، كيخصهم يبقوا على الاستمرار، وهذا راه مشكل. وكنضطروا حنا بعد مرات نتصلوا بالطبيب باش يعطينا البديل ديال داك الدواء، وبعض المرات كيكون دوك الدواء بنفسه حتى هو مقطوع. هذا هو المشكل، والناس كيكون عندهم احراج لا لينا حنا ولا للكليون. الكليون اصلا ما كيعرفوش فين كاين، اللي ما كيعرفش فين يمشي. حنا كنوجهوهم اما كيرجع لعند الطبيب ديالو، يا اما حنا كندخلوا ديك الساعه وكنتصلوا بالطبيب باش يعطيوه الدواء البديل. في المقابل، أكدت وزارة الصحة للمرضى المصابين بداء السل والرأي العام أن تزويد جميع المؤسسات الصحية بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع، إلا أن الواقع الصحي يقول عكس ذلك حسب آراء بعض الجمعيات المدنية. نفاد وخصاص كبير فيما يتعلق بداء السل، محاربة داء السل، خاصة أن هذا المرض هو بالطبع تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة باعتباره العلاج هو مجاني لكافة المواطنين المصابين بهذا الداء، ويدخل كذلك في استراتيجية منظمة العالمية للصحة لدعم قدرات
عديد من الدول التي يتواجد بها هذا المرض، وخاصة أن المغرب المرض يتفشى بشكل كبير. حسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 10% من الأدوية المتداولة في إفريقيا مغشوشة، ما جعل الفاعلين في المجتمع المدني المغربي يذوقون ناقوس خطر اجتياح الأدوية المهربة وما تحمله من مخاطر صحية. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط. ونبقى في الرباط، ومنها ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل الاقتصادي عمر الكتاني للتعليق على هذا الموضوع. سيد عمر، أسباب نقص الأدوية التي أشار إليها التقرير سواء في الصيدليات أو في المستشفيات؟ نعم، في الحقيقة المشكل أعمق من نقص بعض الأدوية. المشكل هو الأسعار ديال الأدوية. يظهر أن الدولة تحاول تخفيض أسعار الأدوية مرة ثانية بعد التخفيض الأول، ولكن اللوبيات المسيطرة على الأدوية في المغرب والشركات الأم التابعة للشركات المتعددة الجنسية لا تقبل ذلك. فهناك ليس هناك تنافس حقيقي، ليس هناك فتح أسواق لمنتجين يدخلون السوق المغربية بأدوية منافسة لتخفيض السعر بالنسبة للمواطن. فالمواطن لا يعاني فقط من نقص بعض الأدوية، ولكن يعاني من غلاء الأدوية كذلك. وهناك صيادلة قالوا لي بأن بعض الأدوية انخفضت 100% أو 150% من أسعارها، ومع ذلك يبقى الربح متحقق، بما يعني أن الأدوية كثير من الأدوية في المغرب تباع بأسعار أغلى من نفس الأدوية في أوروبا. هذا الاحتكار، إذا أضفنا إليه أن بعض الأدوية أصبحت ممنوعة في أوروبا ولا زالت تباع في المغرب، بعض الأدوية في الطب البيطري أثبتت أنها سامة ولم تمنع من استعمالها في المغرب. كذلك هناك إغراق السوق أحيانا بأدوية متكررة، يعني نفس النوع من الدواء تنتج منه أنواع مختلفة لكي يكون هناك توسيع لبيعها بالنسبة للمستهلك المغربي وبأسعار مختلفة عن الدواء الأم. فهذه كلها معاملات تظهر أن اللوبي الصيدلي في المغرب لا يخدم مصلحة هذا، بالإضافة إلى أن بعض الأطباء يتعاونون مع شركات الصيدلة اللوبيات لإعطاء الأدوية الغالية ولعدم إتاحة الفرصة للأدوية الجانسة التي هي أقل ثمن، مقابل الحضور في المؤتمرات الدولية، مقابل الحضور في الأوتيلات في الخارج والرحلات السياحية إلى آخره. هنا سيد عمر يعني يطرح السؤال نفسه حول الدور الرقابي الذي يجب أن تقوم به الدولة، وإلى أي مدى تقوم السلطات المختصة بذلك، سواء في مواجهة لوبي المسيطر على صناعة الأدوية أو استيرادها، أو بالنسبة للصيدليات، أو بالنسبة للأطباء كذلك. الدور كاين جوج الأمثلة تظهر دور الدولة. مثلا فتح المجال، الهند طلبت أن تفتح السوق لصناعة الأدوية في المغرب، فرفض اللوبي ديال الأدوية أن تدخل هذه الصناعة المنافسة، رغم أنها ستساهم في تخفيض السعر. السويد مثلا، وهي دولة متطورة، قطاع الصيدلة تسيطر عليه الدولة، لأنه قطاع لا يترك للتجارة. لا يمكن أن نتاجر بصحة المواطن ولا بطاقته المادية، وهذا الدولة لا تقوم مع الأسف بهذه الأدوار لكي تقوم تنافسية، أو لكي تحتكر الدولة هذا القطاع لتخفيض السعر ولتقليل من عدد الأدوية. قال لي صيدلي أنه 5 أو 6 ديال الأنواع الأدوية يمكن أن تغطي 80% من حاجيات السوق ومن الأدوية المتداولة في المغرب، ولكن ملء الأدوية بأنواع نفسها بأثمنة وأسعار مختلفة
تفتح الباب لاستغلال السعر بالنسبة للمواطن وباسم طاقته. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المغربية الرباط. وصف وزير المالية الفرنسي برونو لومير التهديدات الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على منتجات بلاده بغير المقبولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس التصرف المتوقع من الولايات المتحدة تجاه أحد حلفائها الرئيسيين. وأشار لومير إلى أن واشنطن هددت بمضاعفة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100%، موضحا أن باريس تواصلت مع المفوضية الأوروبية لبحث رد فعل بروكسل على تهديدات إدارة ترامب. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لفرنسا باستغلال الشركات الأمريكية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من لندن المحلل الاقتصادي ناصر قلاوون. سيد ناصر، تفسيرك لفتح ترامب جبهة جديدة من جبهات الحرب التجارية هذه المرة مع فرنسا؟ بالطبع هناك جبهة قديمة 15 عام ما بين شركة بوينغ الأمريكية للطائرات وإيرباص. أخذت حكم الشركة الأمريكية مؤخراً، وبالتالي هناك نوع من غضب أوروبي بهذا الإطار. اثنين، نعم، الإدارة الأمريكية مهما كانت انتقاداتها لوادي السيليكون في كاليفورنيا، لكن من الناحية الخارجية تقوم بحمايته من أي ضرائب. الشركات الكبرى مايكروسوفت وجوجل وغيرها أصبحت سوق إعلانية رهيبة، تأخذ ربما 5% من سوق الإعلان العالمي، وهذه مداخيل ضخمة زائد الاشتراكات وغيرها، والآن هي لا تدفع ضرائب في عملياتها داخل الدول، داخل بريطانيا، داخل أو تدفع النظر اليسير ربما ما يوازي مؤسسة صغيرة عندها 100 شخص، 100 موظف. وبالتالي مسارعة الإدارة الأمريكية للدفاع عنها بالتهديد يعني صادرات فرنسية معروفة مرغوبة لدى المستهلك الأمريكي، هو برأيي منازلة تجارية زائد منازلة حلف الأطلسي والثقافية كذلك. شكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي ناصر قلاوون، كنت معنا هاتفيا من العاصمة البريطانية لندن. إذا لندن كانت محطتنا الأخيرة في جولتنا اليوم في السوق، وفي الختام دوما تذكرة بأهم ما جاء بالجولة من عناوين. موجة تهريب الذهب تجتاح السودان وقلق من فقدان مليارات الدولارات. فرنسا تتعهد برد قوي على تلويح واشنطن بفرض رسوم جمركية. ختام جولتنا في السوق هذا اليوم، إلى اللقاء.